التحديث وعملية الترشيح إن شاء الله العمل بها. هنالك أعداد معينة توجهت إلى مراكز وتجاوبت مع الدعوة للتحديث، ولكن نحن نأمل إلى أنه تزداد هذه الأعداد، مثل ما تعرفون إلى أن مرحلة التحديث سبق أن قمنا بها لسنوات عديدة. هناك نسبة في ميسان تجاوز 60% من الأشخاص الذين يحملون البطاقة البايومترية والذين قاموا بتحديث بياناتهم، بالتالي هؤلاء بإمكانهم. نحن نسعى ونأمل إلى المواليد الجديدة التي دخلت في السجل من مواليد 2004 و2005 أن تحذو حذو ما سبقها من المواليد بالاستحصال البطاقة البايومترية. عندنا الجندر كلش مهم، أنه لازم عدد الفرق من النساء يساوي أو أقل بقليل من عدد الذكور اللي موجودين بالفرق. كل منظمة، إحنا عندنا شركاء 7 منظمات، كل منظمة عندها فريق بما يقل عن 11 نفر، إذا كان أزيد ماكو مشكلة. إحنا من شروط الفرق اللي تتكون لازم مثلا إذا 10 نفرات من الفرق يكون 5 منهم نساء و5 منهم ذكور. بالفعل نحتاج إلى الأحزاب السياسية أن تثقف جمهورها. لحد الآن إحنا هناك ثقافة يعني شبه معدومة في محافظة ميسان من قبل الأحزاب، لكن بعض منظمات المجتمع المدني متعاونة ويانا في نشر وتوزيع البوسترات والفولدرات في الأسواق والمقاهي العامة. شركاء لمنظمة شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، طبعا هاي الورش والندوات ضرورية جدا اللي تقيمها المنظمات لدعو المجتمع بمشاركة بالانتخابات وتحديث سجل الناخبين وإدلاء بصوتهم لما هو فيه تقدم. الانتخابات هي الحد الفاصل بين التغيير وبين يعني البقاء على هذا الحال، على هذا الوضع. اليوم أكيد يعني إحنا محتاجين إلى توعية المواطنين، توعية السكان داخل المركز وبالأقضية والنواحي.